الاحتفال ديال توفيق بوعشرين ما حضراتش، ما قدروش يواكبوا الاشرطة ديال الفيديو بما فيهم الاستاذ نقيب زيان. هذا واحد. جوج، تم عرض لحد الان 8 شريط، 8 ديال الاشرطة، اي بمجموع ديالهم 23 او 24 شريط اللي تعرضت لحد الان، وكلها اشرطه تؤكد بالملموس ان المتهم هو توفيق بوعشرين، وان داك الشيء اللي قالوا المشتكيات كاين وثابت صوت وصوره. والان النقاش اللي بدا عاوتاني تيطرح وهو انه هاد العلاقه هي رضائيه، هي علاش ما شحال هادي وعلاش كذا الى اخره، اللي كنسجلوا مره اخرى الان كل ما تنتقدموا في المحاكمه الا وتيكون اقرار من طرف دفاع المتهم بالاعتراف بهذه الاشرطه ديال الفيديو. كذلك وهذا اللي هو تنسجلوه، ان هذه الاشرطه اكدت الاركان الثابته ديال جريمه الاتجار في البشر والجمع والممارسات ومضاعجات انسانه كتشتغل عنده وهي حامل وفي وضعيات متعدده ومختلفه وبطرق ما يمكنش الانسان يتصورها او يمكن يحكيها نظرا. كذلك نسجل ان اليوم الاجواء ديال المحاكمه مرت في واحد الهدوء، وما بقيناش كنعرفوا ديك الـ ديك الـ ديك الـ ديك الـ التصريحات ديال دفاع المتهم التي تسيء الى موكلهم اولا، والتي تخدش الرأي العام ثانيا، واللي ما معروفاش عندنا في الثقافه ديالنا وفي المجتمع ديالنا، وما عندناش حنا كمحامون الحق نقولوا بحال هذاك الكلام، يعني اللي هو كلام غير مسؤول، ونوصفوا واحد الاوصاف الانسان ذاته او الاجهزه ديالو امام الكاميرات وامام الرأي العام. هذا كلام ما تيخصوش يتقال وما كيتقالش. اللي كاين هو البلاغ ديال نقابه هيئه المحامين بالرباط، يعني اثر في الاجواء ديال المحاكمه، اثر فيها من خلال الانضباط ديال الزملاء، خاصه انه بلاغ صدر على مؤسسه النقيب واعضاء مجلس الدار البيضاء، اللي ما يمكن الانسان الا يحييهم، وهذا دورهم في التذكير بالتقاليد وفي الاعراف وفي الضوابط المهنيه وفي العلاقه الزملاتيه اللي خصها تسود ما بين الزملاء، وفي دورنا مع المحكمه باش نساعدوها. ما جايش حنا نترشقوا مع بعض بالكلام هذا او نعطيكم معلومات خاطئه. اللي تقرر الان وهو انه المحاكمه غتستمر الى يوم الاثنين على الساعه 10، واللي كنسجلوا كذلك وان لحد الان ان المتهم لا زال ينكر ولم ما بغاش يغير في استراتيجيه ديالو ديال الانكار، ويعني ويعفي يعني يرحم نفسه ويعفي المحكمه ويعفي كل اطراف الخصومه ويقول اودي سمحوا لي راه انا هو هذاك وكنطلب المغفره والرحمه، ولكن يعني إن با شونجي، مختار هذيك الاستراتيجيه يتحمل فيها مسؤوليته. شكرا استاذ.